لو تعرفوا كلمة لأ ممكن تغير مجرى حياتكم كلها من جحيم لنعيم بشكل عامل ازاي؟ اسمعوا حلقة النهاردة بإذن الرحمن، هنتكلم عن موضوع امتى نقول لأ وبلاش تكون شمعة تحترق من أجل الآخرين. اسمعوا حلقة النهاردة في حلقة جديدة من برنامجكم حكمة قصة مع دكتور أسماء سعيد. أهم المواقف اللي لازم تقول فيها لأ تحت أي ظرف، عشان لو ما عملتش غير كده هتسبب لك ألم نفسية وتعثرات وألام ومشاكل وكل ما تعنيه كلمة ألم. رقم واحد عند الإجبار، ما تخليش حد يجبرك على حاجة أنت مش عايزها. بمعنى أنت قاعد مشغول في حاجة معينة وفجأة التليفون رن مرة اتنين تلاتة اربعة، أنت مشغول، هتلاقي نفسك بتقول عشان ما يزعلش عشان مش عارف إيه، كل اللي أنت بتقوله ده غلط. قول لأ، ما تردش، ولو رديت بعد كده يعني مثلا خلصت خلاص الوقت بتاعك ورديت ما تردش تقول له معلش اصل انا والله ما كنت سمعت فهم. ما تكذبش، قول له معلش انا كنت مشغول ومش عارف ارد عليك بس لما خلصت كلمتك. ما تبقيش انت قاعده في بيتك ولابسه وقاعده مع اولادك وخارجه وفجاه الجرس رن جالك ضيوف فانت مجبره تدخليهم عشان مش عارفه تقولي لا. لا قولي لا، حتى ربنا اللي قال لنا كده انك بني ادم لازم يستاذن، واذا قيل لهم ارجعوا فارجعوا. فنصيحه مني، قولي لا لما حد يجبرك على وضع انت مش عايزاه. طيب يا دكتور لو الوضع اللي انا مش عايزاه ده مع جوزي مع اولادي مع حد، قوليها، قولي لا بس بدون لا. بمعنى يعني مثلا جوزي قال لي مثلا اعملي حاجه، اتهربي معلش اصل انا كذا، اتهربي بشكل مختلف بدون كذب وبدون مواجهه. ده خاصه مع اقرب الناس قوي قوي ليكي، ماما مثلا زوج او كده. اهم لا في حياتكم لا لأي كارير أو أي كلية أو أي شغل أنت مش مرتاح فيه، عشان صدقني بجد هتفرق معاكو جدا الحتة دي. تعالوا للطلاب، ما تخشيش كلية عشان بابا وماما عايزين، صممي قولي لأ. نصيحة مني عشان ده مستقبل كنتم، قولي لأ لدرجة المجموع بتاعتك، مش عشان مجموع الجابي دخلني طب وأنا مش طايق الطب خشه عشان بعد كده هيحصل لك ألم نفسي. اعمل استخارة واسمع حلقة البصيرة هتفيدك في الحتة دي في الاختيار. قولي لأ لأي شغل انت مجبرة فيه بس قولي لأ وانت جواه ودوري على غيره. تاني قولي لأ وانت جواه ودوري على غيره، تفضليش مستسلمة أصل الظروف هو ده اللي بيجيب لي فلوس. صدقوني من كتر ما انت مكبوتة 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 عشان مش عارفة تعمليها، العكس ممكن تجيلك أمراض نفسية بعديها أمراض عضوية بعديها أمراض عضوية مزمنة. كل ده بسبب ايه؟ عشان أنا مش عارفة أخرج وأقول لأ من اللي أنا فيه. حتى لو اي حد بيسمعني مثلا هو في شغل معين ومش عارف زي ما قلت لكم يسيبه، دور على مصدر رزق خاص بيك تاني بجانب ده. طيب او احضر كورسات، اسمع حاجات ليها علاقه بموضوع الفقر والغنى. مهم ان انت تقول لا مش بس بالكلام، بالافعال حتى. مهم ان انت ما تستسلمش لشغل معين عشان بس ايه امكانياتي. مفيش حاجه مع ربنا اسمها امكانياتي او ظروف، ربنا قال لنا في القران ان هذا لرزقنا ما له من نفيس. الخطوة اللي بعد كده قولي لأ لما تلاقي حد جاي بيشتكي لك. انت لو تعرفي قد ايه كأن حد جاي بالزبالة بتاعته بيحطها جواكي انت مش مدركة ده تأثيره السلبي عامل ازاي. طب انت مش عارفة العمق، انا عاملة حلقة كاملة عن تأثير الشكوى والشاكي ايه داخل انفسنا. الحلقة دي مهمة جدا وقوية، لازم تقولي لأ لأي حد بيشتكي لك حتى لو اقرب الناس ليكي. اللهم ردني نفس مطمئنة في جنتك. قولي لا وقت الابتزاز العاطفي. بمعنى ما تجيش ماما عشان عايزه كل شويه تطلب مني كده هتتحاسبي كده، ده ربنا هيعمل فيكي. لا ربنا ما بيظلمش على فكره، مفيش الكلام ده. معلش يا ماما انا ممكن بس شويه، حاضر اعملها لك حاضر. ممكن مثلا ايه، طب بصوا اسمعوا الحلقه بتاعت اللي هي احذر من سرقه طاقتك، هتفرق معاكم جدا في الحته دي. مهمه قوي قوي الخطوه دي. قول لا وقت ما يجي حد ياخد منك فلوس عشان هو عارف ان انت معاك وانت مش عايز تديله. بمعنى انا النهارده مثلا انا ربنا كرمني بفلوس كتير الحمد لله مثلا، وجي حد كل شويه يستلف مني كل شويه ياخد مني كل شويه ياخد مني، وانا مجبره عشان هو لا انا مش هديك مش معايا،
ايه ده يعني ايه؟ لا والله مش معايا، مش هديك قفع. يقول لك كده ده انت ما كناش نتوقع منك كده، بيعمل ابتزاز عاطفي. لا يعني لا، هقول لك ليه بقى الحته دي. اعطي بحدود وما تجيش على نفسك وتكون شمعة تحترق من أجل الآخرين. كتر سحبه منك هيضره وهيضرك، هيضرك أنت لأن ده مالك وأنت تعبت فيه، مينفعش توزعه كده، كل حاجة بقدر. طيب الناحية التانية، أنا النهاردة كل ما حد يقف، كل ما حد يقع أسنده، كل ما حد يقع أو مسنده، كل ما حد يقع مسنده، عمره ما هيقف. فأنا ممكن يكون منعي لي يخليه هو يقف ويدور على حاجه يبتدي يشتغل، يبقى معاه فلوس ويبقى احسن منك واحسن من اي حد في الدنيا. فما تفتكروش ان كتر العطاء بيفيد اللي قدامك، لا، اعطي بقدر بسيط، واحده واحده، ما تطمعش اي حد فيك، المهم ان انت تعطي. على فكره برضو الحب، برضو الاهتمام، كل حاجه ببساطه بتوازن، كل حاجه في الدنيا بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. مش مهم تكون بطل، المهم تحب نفسك وتحتويها وتنميها. والأهم بالنسبة لي بلاش صدام، قول لأ عند الجدال، قول لأ عند لما يكون حد قدامك عايز يثبت ان هو صح وخلاص، قول له أيوة أنت صح، بس أيوة أنت صح، والله أنت صح. لأن الجدال بيستنفذ طاقتك بشكل مبهر، يخليك يعني مش قادر أوصف لكم بيعمل إيه في الجسم. قول لأ للأصدقاء اللي يقللوا منك، وقول آه للأصدقاء اللي يرفعوك ويقربوك من ربنا. اوعى تنجرف في بداية حياتكم مع صديق انت بس مش عارف تقول ياخد بس جرب دي، طب بس خد مش عارف ايه صديقه، طب تعالي بس نجرب مش عارف ايه على النت. قولي لا للحاجه اللي تغضب ربنا، ودي اهم ما في الكون. قولي لا للنميمه، لا للغيبه، لا للظن السلبي، لا لا لكل ما يغضب ربنا علينا. ليه؟ لان ربنا مدينا اوامر، الاوامر دي عملها لنا ليه؟ عملها لنا علشان نعيش مبسوطين احنا، ربنا مش محتاج حاجه مننا. فقولي لا ليها مره في مره في مره، هيبني جواكي جدار مش هتعرفي تعملي الغلط في حياتك كله. يا رب الحلقه تكون دخلت عليكم النهارده بالنفع، وتعرفوا تقولوا لا قدام اي حاجه تضركم. ولو في انت عندكم حاجات تانية ممكن مثلا الافضل ان احنا نقول فيها لا، اكتبوها تحت الفيديو بحيث نتشارك كلنا باذن الله، وده ياخد معلومه وده ياخد معلومه وده ياخد معلومه، ويبقى نفع لينا واصلاح في الارض باذن الرحمن الرحيم. اعملوا يلا شير للحلقه عشان يعم النفع اكتر واكتر، واعملوا لايك ده بمثابة شكر ليا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بحبكم جدا. حين أتوه أعلم أني غبت عنك، ومشيت وحدي في طريقي رحلتي، وحملت هم فوق قدر تحملي. وحين أذكرك تطيب نفسي وتهتدي، وتطمئن روحي بأنسك ترتوي. من عطش طال علي بغفلتي، اللهم ردني، نفس مطمئنة في جنتك. نفسي في خفاء، فكيف أشقى وأنا الذي من قدره، مهما شكرته فعاجز أنا عن شكره. وحين أذكرك تطيب نفسي وتهتدي، وتطمئن روحي بأنسك ترتوي. من عطش طال علي بغفلتي، اللهم ردني، نفس مطمئنة في جنتك.